بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للمحاضرة السابقة اللي كنا بنتكلم فيها عن صناعة البلاستيك والطرق المختلفة لإنتاج البلاستيك، ومن ضمن الطرق اللي احنا اتكلمنا عليها طريقة البلو وطريقة الانجكشن، اتكلمنا كمان ان احنا عندنا الاكستروجن، ودي اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة باستفاضة. فبنتكلم في الاكستروجن بلاستيك. زي ما حضراتكم شايفين الاكستروجن بيبقى عامل بنفس الشكل دوت، بيبقى عندي هوبر ده اللي بتحط فيه الباودر الخاص بالبوليمر، وبيعمل فيدنج على اشبه ما بالمفرمه، الشكل الحلزوني الاكستيودر ده اشبه ما يكون بالمفرمه. بيتم تغذيه البوليمر هنا على شكل مسحوق ويمر على الحلزون اللي هو شبه المفرمه دوت بالتدريج، وفي الطريق هنا طبعا بيبقى عندي هيتر بيقوم بتسخين البوليمر لحد ما يطلع من هنا اللي هي منطقة الضاي على شكل سائل. الضاي دي ليها أشكال معينة بيطلع منها البوليمر طولي، يعني مبسوق القطاعات بتاعته أو طوله، المقطع بتاعه من 10 أو 20 متر أو حسب الطول المطلوب، بينتج منها زي ما احنا شايفين التيوب والشيت، وبيطلع منها قطاعات معينة. طبعا الاطوال بتاعته اطوال كبيره، بلغه السوق بيبقى عندك شوبق ده 6 متر او 10 متر او 12 متر، يعني ده بيتم انتاجه منه المنتجات او القطاعات البلاستيك، وبرده بنستخدمه في الميتال واشبه ما يكون بالبلاستيك في طريقه التصنيع والقطاعات المختلفه في صناعه البلاستيك. قطاعات الالومنيوم، ودي قطاعات منتشرة جدا في العمليات الإنتاجية. هنشوف مع بعض الفيديو توضيحي لمراحل إنتاج البلاستيك بالإكستروجن في السلايد الجاي. الشكل اللي قدامنا بيوضح اهو الفيد اللي هو باللون الاخضر ده على الحلزون الاكستيودر، وهنا دي الضاي اللي بيطلع منها الشكل المبسوط بتاعنا عشان احصل على المنتج الخاص بي.
هنا مقارنة سريعة ما بين الاكستروجن والانجكشن مولد بالنسبة للبلاستيك. بنقول أول حاجة عندي توتال سايكل تايم بيبقى قليل، كمان لازم أبقى عارف إن التوتال التولينج كوست بيبقى من 50 أب تو 75 لتر، كمان بعمل جنريت من 20 ل 30% من السكراب. بعمل كمان اديشنال ماشينري نيد تو جريند سكراب. مقارنة بالانجكشن بنقول انه بيعمل امبروف للميكانيكال بروبرتيز، كمان مفيش سكراب، هاي اكيورستي بتاعته عالية جدا، وبالتالي بيبقى افضل من وجهة نظر التصنيع، الانجكشن افضل من الاكستروجن. What extrusion? It is a process by which a block of metal is reduced in cross section by force it to flow through die under the pressure. نقدر نقول ان ايه هو الاكستروجن؟ بنقول عند تسليط قوة على كتلة من المعدن، كتلة المعدن دي لها مساحة ولتكن A نود، هتمر خلال داي، يبقى هتمر خلال داي، يبقى هعمل لها reduced، يبقى هتمر من خلال داي، الضاي ده واخد شكل لمنتج معين، يبقى هتطلع عشان هيحصل لها ريديوس كتلة المعدن، هتطلع بمقطع آخر اسمه ايه؟ فاينل، يبقى شكل المقطع النهائي للمنتج، وهو هو نفس الشكل مين؟ الضاي، عشان كده بنقول هو ده الاكستروجن. ايه هو مميزات الاكستروجن ده؟ يمتاز بمقطع الطولي، المقطع بتاعه ايه؟ طولي، وبنستخدمه كمان في الهياكل والانشاءات. ده فيديو توضيحي لعملية الاكستروجن لرو ماتيريال. الاشكال اللي قدامنا دي الاكستروجن ابلكيشن لاشهر الاستخدامات للجير البي في سي، الانابيب المجوفه، بعض القطاعات الخاصه بانتاج المنتجات بتكنيك او باسلوب الاكستروجن. الاكستروجن ده بيتم تصنيفه حسب الباي دايركشن، اما يكون دايركت او indirect او يكون by operation، اما يكون hot extrusion او cold extrusion، او عن طريق equipment اما يكون horizontal او vertical. اول classification by direction بنتكلم على الدايركت. دايركت بنتكلم على اول حاجة هنا ان بنتكلم على direct extrusion. دايركت اكستروجن بيبقى عندي كتلة المعدن اللي هتمر خلال الضاي، اللي شكل المنتج بيحمل نفس شكل الضاي، بعمل ريديوسنج للماتيريال، وبالتالي عندي اي نود مساحه المقطع المعدن، والاي فاينل مساحه المعدن، مساحه مقطع المعدن الخارج. فبنقول هنا اول حاجه بيتم وضع كتله المعدن زي ما احنا شايفين، ويتم الدفع للامان عن طريق مكبس، وبالتالي حركه سريان المعدن هي نفس اتجاه حركه ايه؟ المكبس، الضغط البريشر اللي عليها، وبالتالي معامل الاحتكاك اهو اللي موجود على الماتيريال اللي هتمر خلال الضاي عالي، وبالتالي قوه المستهلكه او القوه اللي محتاجها كبيره، وبالتالي التكلفه بتاعتي كبيره. يبقى ده اول نوع بنتكلم عليه اللي هو دايركت اكستروجن. ده مثال توضيحي لحركه الانيميشن الخاصه ب الاكستروجن او دايركت اكستروجن.
النوع التاني بنتكلم عليه اسمه indirect extrusion، وهنا بيتم تحويل حركة المكبس في اتجاه عكس اتجاه حركة سلالات المعدن، بمعنى ان هنا دي كتلة المعدن اللي هتمر من خلال الضاي، كان في indirect بنعمل ايه عملية ضغط بالمكبس على كتلة المعدن لتمر في نفس اتجاه حركة السريان. هنا بقى ايه حركة اتجاه المعدن عكس حركة الايه البريشر، عكس حركة الايه الضغط، وبالتالي نقدر نقول ان في الحالة دي بنقلل القوة، بنقلل معامل الاحتكاك، بنقلل التكلفة، ولكن في عيب الاندايركت ده ان انا بستخدمه للاطوال المحدوده، يعني ما بعرفش انتج بيه منتجات ذات اطوال كبيره، وبالتالي الفراكشن اللي جاي او الحادث ما بين الضاي والماتيريال بيكون ايه قليل. حاليا كنا بنتكلم على نقطه غايه في الاهميه، وبنقول ان حركه فلو حركه الماتيريال اثناء الانضغاط اما تكون في نفس الاتجاه حركه المكبس او تكون عكسه عشان اقلل الطاقه، صح؟ فاحنا دلوقتي بنتكلم على الميتال فلو اثناء عمليه الاكستروجن. لما تيجي تبص ادي الضاي بتاعتك اهي، وادي البار اللي هيطلع اكستيودر، وادي السرعه انه داخل ب في نوت هيطلع ب في فاينل، او داخل بمساحه اي نوت هيطلع بمساحه اي فاينل. بص بقى المنطقه ده اهي ان اللي بيحصل فيها الفلو اللي هي بيتحكم فيها زاويه الضاي انجل، زاويه الضاي لو كان الاحتكاك قليل. وبالتالي لما بقول ان الاحتكاك قل، يعني معنى كده ان انا بتكلم على ايه؟ بتكلم على اندايركت، لان الاحتكاك هيقل، القوه هتقل. طب اذا كان هاي فراكشن يبقى احنا بنتكلم على ايه؟ دايركت اكستروجن. طب اذا كنا احنا بنتكلم في الهوت اكستروجن، او بنتكلم اما كنت هستخدم كولينج او هستخدم لايبريكيت او مش هستخدمه. في حاله ما بستخدم لايبريكيت، بص على منطقه الزون، منطقه الداي زون دي شايف هنا شكل سريان فيها مقارنه بشكل ديد زون اثناء عمليه استخدام ايه؟ الكولينج. بص هنا على المقطع ده وبص على المقطع ده، طبعا ما بستخدم كولينج يبقى بيحصل عمليه تسلط تبريد، بيؤدي لتسلط البوليمر اثناء عمليه اكستروجن، بيعمل عمليه تبريد للمعدن اثناء الاكستروجن، وبالتالي بتتراكم جزء من المعدن وبيغير قيمه الزاويه زي ما حضراتكم شايفين كده مقارنه بالهاي فراكشن وزاويه كولينج. ده فيديو توضيحي بيوضح لي حركه الرو ماتيريال في حالة الـ indirect extrusion. في الهيدروستاتيك اكستروجن بيتم تحويل الماده الخام الرو الى سائل، ويتم تعريضه لضغط عالي من جميع الاتجاهات ما عدا الاتجاه الخروج الضاي، ويتم على البارد او الساخن او الورم الدافي، والضغط عن طريق مكبس او بيكون عن طريق بامب. دي احد المميزات الاساسيه بالنسبه ل او طريقه عمل الهيدروستاتيك اكستروجن.
الامباكت اكستروجن احد الاساليب المستخدمه في عمليات الانتاج، وتتم على البارد، بيتم وضع الماده او كتله المعدن على المكبس ويتم صدمها بسرعه، يبقى عشان كده بنسميه امباكت. والقوه عاليه نسبيا بسبب سرعه سريان المعدن بمعدل انفعال عالي، وبيستخدم في الصناعات المستحضرات الطبيه زي معجون الاسنان، زي ما احنا شايفين قدامنا بعض الامثله اللي بيستخدم فيها انتاج الامباكت. ايه ده؟ فيديو توضيحي بيوضح عمليه الايه الامباكت اكستروجن. ازاي بنتج الاشكال المجوفه زي الهولو شيب زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي؟ بنقول ان انا عندي الرو ماتيريال وبقى فيه تجويف عشان انتج الهولو شيب بطريقه الاكستروجن. بيتم تصنيعها بهذه الطريقه، بعض الانابيب الخاصه بالهاي دنسيتي بولي ايثيلين او جي ار اي او جي ار بي، ودي الانواع من البوليمر اللي بستخدمها في صناعه البايب. عندنا الهوت اكستروجن والكولد اكستروجن. الهوت اكستروجن بنتكلم على حاجتين اتنين. اول حاجه بنتم تصنيف الهوت اكستروجن عن طريق ان وجود فيه لايبريكيتد او ان ما فيهوش لايبريكيتد. طب تعالوا نبص بقى سوا كده على الهوت اكستروجن، ايه هي مميزات الهوت اكستروجن؟ عشان اوصل للهوت اكستروجن يبقى انا عشان بعملها بعمل من 50 ل 75% تمام لدرجه التمبريتش بتاعت الميلتنج بوينت. محتاج ايه؟ محتاج بريشر الرينج بتاعه اقل من الكولد اكستروجن، وبالتالي تمام الكولد اكستروجن بيحتاج قوه اكبر، بريشر اكبر. تمام. الشكل اللي قدامنا ده بيوضح العلاقه ما بين طرق انتاج الاكستروجن، ان هي ايه؟ الدايركت والاندايركت والهيدروستاتيك. لو احنا بصينا كده هلاقي هنا الازاحه مع الفورس. اجي على اول خط، الخط اللي قدامنا او الجراف اللي قدامنا ده، الشيب اللي قدامنا او الجراف اللي قدامنا ده، الخط الاحمر ده هو عباره عن دايركت اكستروجن. لو احنا اتكلمنا ان هنا بيتم ضغط الماتيريال عن طريق المكبس في نفس اتجاه خروج الضاي، وفي نفس اتجاه خروج الضاي يعني في نفس اتجاه حركه سريان المعدن، وبالتالي بيحتاج بريشر عالي جدا تمام عشان يمر منين؟ من الضاي، مقارنة بالايه؟ بالاندايركت، ومقارنة بمين؟ بالهيدروستات. يبقى أول حاجة هنا عندي لقينا إن الفورس اللي بتأثر في الدايركت أكبر بكتير من مين؟ من اندايركت وما بين الهيدروستات. طب وصل للماكسيمم وبعد كده بدأ ينزل خروب مين؟ المعدن من خلال الضاي. طب إيه الجزئية دي بقى؟ لو إحنا هنا بصينا عند الهيدروستاتيك بريشر هتلاقي اول ما فيش معامل احتكاك، هنا بقى بيبقى في معامل احتكاك ما بين زاويه الضاي انجل، ودي اللي بتسبب ارتفاع طفيف فين؟ في القوه. بعد كده بنتكلم على الاكويبمنت. طبعا احنا في الاكويبمنت عندي ماشينينج، المكنه بتاعتي، المكنه دي اما تكون هوريزونتال واما تكون فيرتيكال. قدامنا في الشكل اللي قدامنا ده شكل الهوريزونتال اكستروجن بروسيس اللي بيمتاز من 15 ل 50 ميجا نيوتن كاباسيتي، مقارنه بالفيرتيكال من 3 ل 20 ميجا نيوتن كاباسيتي. ده شكل المكنه الهوريزونتال وده شكل المكنه الفيرتيكال. وعشان المكنه وبعمل عمليه الاكستروجن فاصبح عندي لابد ان انا اختار الماتيريال الخاصه بالضاي. دايما وابدا او في الغالب يعني بنستخدم الضاي من التول ستيل او الكارب، وبالتالي عشان تتحمل هاي ريزيستنت كوروجن، وكمان بتتحمل الوير ريزيستنت عالي جدا. ودي بعض الاشكال الخاصه بشكل الضاي اللي بيتم تركيبها في مكنه الاكستروجن. بيتم تصنيف الاكستروجن ضاي الى تو كاتيجوري. اول حاجه اما يكون شكل الضاي دي بتاعتي فلات، او يكون الضاي ووز كونيكال انجل، وبالتالي اقدر استخدم الفلات او اقدر استخدم شكل الكونيكال، وكل نوع فيهم بيتحدث عليه شكل او كميه او قيمه معامل الاحتكاك. طب احنا لو بصينا هنا هنلاقي يعني احنا كنا بنتكلم ان المقطع اللي بيدخل اللي بيحصل له عمليه الانضغاط، وقلنا انه اي نود، وان المقطع اللي خارج نتيجه عمليه الانضغاط وحركه سريان المعدن كنا بنسميه اي فاين. فنقدر نقول هنا ان الار وهي نسبه الريدكشن ما بين مساحه المقطع اللي داخل ومساحه المقطع اللي ايه؟ اللي خارج. فاقدر اقول ان الفراكشن ريديوسنج اريا اللي هو يسمى ار بيساوي 1
ناقص مساحة المقنع الفاينل ايه فاينل على الاي نود، وبالتالي اقدر اوصل لعلاقة اسمها اكستروجن ريشيو، وهي قيمة الار اللي هي العلاقة ما بين مين اي نود بالنسبة لايه للاي فاينل. عندي الفاكتور افكت في اكستروجن فورس، العامل اللي بتاثر فيه الاكستروجن فورس، الاكستروجن ريشيو اللي هو معامل مساحه المقطع من حيث الدخول الانبوت والاوت، اي نود بالنسبه لاي فاينل، الاكستروجن فورس ديبندنت على الاكستروجن ريشيو، الفريكشن ما بين الداي وين ماتيريال، الريزستنت ماتيريال، التمبريتشر، الاكستروجن سبيد، الداي انجل، وكمان لو انا بستخدم لايبريتد عشان اقلل القوه. دي المعاملات اللي بستخدمها، الداي انجل زي ما احنا عارفين بتكلم على الفورس اكستروجن والبريشر والماتيريال و ريليشن شيب بتوين اكستروجن ريشيو اللي هو الار والتمبريتشر درجه الحراره والبريشر. طبعا البريشر كل ما بيزيد كل ما بيزيد يبقى معامل الانضغاط عندي هيزيد، السرعه هتزيد، درجه الحراره بتاعتي هتزيد. بص اكستروجن تمبريتشر ده قال لك لما هيرتفع الاكستروجن ريشيو هيزيد، لما الاكستروجن بريشر هيزيد طبعا التمبريتشر بتزيد والاكستروجن ريشيو تمام بيزيد. طب قال لك هنا السبيد لما بيزيد اللي ايه الهيت اللي بيحصل لها، تمام. دي بعض المتغيرات الاساسيه اللي بدرسها في العلاقه في الاكستروجن ما بين التمبريتشر والبريشر وكذلك اكستروجن ايه ريشيو. بنتكلم على بعض العيوب اللي موجوده في الاكستروجن. طبعا احنا بنقول الاكستروجن بيمتاز بمقاطع طويله، غير ان في الاندايركت المقاطع بتاعته مش طويله، وبالتالي بنقول ان ممكن يحصل ديفكت اثناء عمليه الايه الاكستروجن، واشهرها على الايه السيرفس، وده مع السيرفس يبقى هيبقى في كراك. وهنا من اهم العيوب اللي موجوده عندي بنتكلم عليها في المنتجات، بيحصل فيها تيرنج او يحصل فيها كراك. عندي السيرفس كراك وعندي البايبنج ديفكت، دي بعض العيوب.